50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. اسمي أمير، شيرني، عمري 19 سنة، عندي برشا نقرا في الباك، ليه غرام، ريت مدمن جي تي ايه، ريت ديما كل يوم، ديما ريت 24/24 ديما نلعب، عندك بلاي، فري فاير، ببجي، برشا حاجات، ريت باش يدبروني الكل في الباك نلعب فيه، باقي ما سلمتش في الجو، سلمت في الجو ما نجمش، حاجة من حياتي ريت شنايه، هذا ميساج، يعني ما تصلوش تدمنوا كيفي على البلاي، خاطر شوف المانيت كيفاش تفبري، أقسم بالله كي ما نلعبش نفبري كيفها والله. ماشي باش نلعب مع صحاب نتفرج نحكي ناخذ كلمة نعطي كلمة هكي. أول مرة لعبت بها وقتها مع ولد خيرتي، مرة وقتها عازني مع أخويا ومشينا أول مرة وقت من وقت الدنيا تعجبني، مشيت كل يوم مثلا نلعب لها نعدي كان نعدي ثلاثة سوايع ساعتي غرقان معناتها من قبل ملين صغير، أما في القراية معناتها نجي نعدي ساعتين هكاك ونروح. الحكم الظروف وقفت موت صحيح. الكيف اللي جمعت بين معابد ومقابر ديانات مختلفة، زعما جمعت بين قلوب الناس. لا ما عشناش معاه، بنيتي هم وحدهم ونحن وحدهم، انا ما نعرفهمش. منير العوادي، اصيل ولاية الكيف، اللي نعرف على اليهود هو فما كارتي كوميرسيال وكارتي ابيتون، فيهم خلط عرب ويهود كانوا هكا مع بعض. انت كي تشوف في التاريخ تلقى الجامع تلقى الكنيسية وتلقى السيناغوغ، هما كانوا معاشرين كما نحن عايشين في الكيف، هما عايشين معانا وكل شيء. ووقعتك خوضة يقولوا لها خوضة اليهود، وقعت وقت فرنسا حكاية، فما بريود فما عركة بين العرب واليهود، كي تعاركوا ولوا معناها العرب ضد اليهود التوانسة اللي كانوا عايشين في تونس، هربوا خلوا وراهم أثر، واللي ما جمعتوش القلوب جمعوا الحجر، واللي ما جمعتوش الدنيا جمعوا الكبار. وكيف الغايب على الدار ساكن دي مقلوب الناس ينام وبال في الخير. عسلامة شباب، معكم عوداي كينغ، ويلكم تو انذر فيديو. واليوم باش نحكيو على التعليم في تونس. البي سي هذا متعبني على الاخر والله. ساعات نبدا نعمل مونتاج نبقى ساعة كاملة، يعمل لك يكراش البي سي يتسكر، خدمة الكل تطيح في الماء. اسمي عوداي الشيخاوي، عمري 17 سنة، من ماكثر نقرا تروازيام اني تكنيك، نعمل في فيديوهات على اليوتيوب تو بريسك عندي عام. اول ما بديت الحقيقة فما شكون سيبورتيني يعطيهم الصحة، وفما عباد قالوا لي صايب عليك ما شوف حاجة اخرى درا شنوا، لكن كملت والله. بديت ماتريال بسيط على الاخر، بديت بتليفون، اغلبية الفيديوهات اللي نعملهم بودكاست، وساعات نعمل فيديوهات سيونتيفيك، وان شاء الله في الصيف هذا نخدم فيلم. وصلت 238 ابوني، اكثر فيديو وصل فيوز هو فيديو الانتخابات في تونس، وصل 500 فيو. نقدم خطوه للاخرين.